وفي عمان أعلن مصدر عسكري أن اجتماعا سيعقد في الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة لرؤساء هيئات الأركان في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لبحث أمن المنطقة وتداعيات الأزمة السورية. وبحسب المصدر فإن الدعوة إلى الاجتماع جاءت من قبل رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة وقائد القيادة المركزية الأمريكية.